زمان وانت في العشرينات او في الثلاثينات كان التدريب بيبقى اسهل عليك من دلوقتي ولا لا؟ انت بالنسبه لك رفعت كفاءتك فتقريبا هي هي. هتصدقيني لو قلت لك ان انا الوقت احسن من كام زمان؟ ما شاء الله ما شاء الله. زمان كنت لسه بادئ بتأسس وبلعب في التراب وبلعب على الاسفلت وبجري من زي ما قلت لك قبل كده كفر بطيخ لدمياط، اوكي مفيش مشكله. مع التطور بشتغل بزيد علمي. لا العلمي بتشتغل بقى علمي بقى علمي بقى. الاول كان مفيش حد عافيه وخلاص عافيه وبتاع وبتشتغل وبتاع. الوقت بقى علم. الوقت في حاجه هقولها بس ما فيش حد يعرفها، بس انا هقولها عشان تبقى الناس فاهمه عايز 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 تبقى ايه. موضوع الاستشفاء منين وموضوع التلج منين وموضوع حاجات اطالات معينه بعملها منين عشان اقدر اكمل. انا في واحد معايا من بره اسمه فالدير برازيلي، هو مدرب حراس مرمى برازيلي، دارس حراسه المرمى ودارس حته العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي ازاي؟ ده بيبقى معايا اسبوع، ليه بيبقى معايا اسبوع كل شهر عشان بس برضه عارف ان انا اتعلمت لما شفت مالودا بيعمل كده بتاع تشيلسي، بقيت بعمل نفس الحكايه زيه. ماشي هتفرق بس هتفرق معايا في حاجات تانيه. موضوع التلج ده مصر كانت بتعمله، بس ان انا اعمله على طول واشتغل واعمله بفكر واعمله بتايم معين واعمل حاجات امتى وامتى وامتى. اطالات معينه اعملها برضو عندنا، كان في باترس المدير الفني بتاع وادي دجله كان نفس الحكايه، المدير اللي هو الراجل اللي معايا نفس الحكايه بنعملها بطريقه معينه. حته المساج نفس الحكايه، حتة ان انا اجيب معايا واحد اسبوع ده يبقى معايا اسبوع بس وبعدين يمشي تاني عشان هو عنده شغله بس بيجي معايا. ما حتة انا كحضري كل ما ربنا بيديني كل ما انا بحاول ادوس على نفسي اكتر عشان ربنا بيديني ادوس اكتر واتعب اكتر عشان اقول يا رب انت بتديني، انا بتعب اكتر عشان تديني اكتر واكتر. معلش يا كابتن معلش يا كابتن، يعني انت طب لا انا دلوقتي بقى شفت زاويه ما يعني يمكن ما جاتليش على بالي. انت ربنا يعطيك ويزيدك، انت بتصرف كتير على 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 شغلتك دي. بصي يعني انت تستقبل او تجيب، مع الناس بتقول عليا بخيل عشان تبقوا فاهمين. بس انا على في شغلي مش بخيل. لا والله ما كان قصدي موضوع البخل، لا انا قصدي ان انت تجيب واحد متخصص اسبوع كل شهر. يعني ده انت يعني زي ما بيقولوا انت بتحافظ على نفسك. أنا بحافظ على نفسي لأن في حاجات كتيرة ربنا عطاهاني وبلدي عطتهاني.